بالنسبة لهذا العيد هذا فهو كيختلف تماما على الأعياد اللي دوزنا في خلال كل السنوات تقريبا 56 سنة وحنا كنحتفلوا بالأعياد. هذا العيد هذا كيختلف على الأعياد كلها، لأنه عيد سد عليك في دارك، في جنب دارك، إلا بغيتي تقضي شي غرض تقضي بشوية عليك، وحتى الاتصالات مع الأحباب ومع الأسرة ومع الأصدقاء فهي كانت غير عبر التليفون عبر الهاتف أو لا عبر التواصل الاجتماعي مع الأحباب. وخا يكونوا قرب لينا فكنت نتعاملوا معاهم غير بالتليفون، لانهم فرضوا علينا اننا نلتزموا بالحجر، الحجر الصحي اللي هو كيهم الجميع سواء في مغربي او من دول اخرى. والحمد لله، المهم كنتمنوا من الله تبارك وتعالى انه يرفع علينا هذا الوباء هذا وهذا الحجر باش الحمد ترجع الحياه للطبيعه ديالها اللي هي كنا فيها من قبل. العيد ديال هذا العام كاين الحجر، ما مشاو الناس عند العائله حدهم ديرهم وجالسين في الديور تيفوت هادشي. وشنو الحوايج اللي كنتو كديرو في الاعياد ما درتوهمش هاد العام؟ الاعياد ما صليناش المصلى، والعائله ما مشيناش عند العائله، ما جاوش عندنا بزاف، وما سافرناش بزاف. ما يتقال في هادشي. رمضان كي دوزتو؟ بخير وعلى خير الحمد لله بخير. رمضان توا كان شي فرق؟ بزاف كاع. مثلا حجر، الناس ما كيخرجوش، الناس كيتغداو شي حاجه مع الصباح، وفي نص النهار الاخر ما كيخرجوش، كيجيو كيشدوا الديور ديالهم صح. هذا الشيء عمركم عشتوا هذا الشيء؟ لا 60 عام عندي، 68 عام، ما عمرني شفت انا بحال هذا العام ديال هذا العام ابدا. شي رساله للناس؟ شي رساله للناس يشدوا ديورهم حتى يمشي هذا الحجر صافي. هذا هو المهم. انت خرجتي شنو ديرهم؟ انت خرجتي الدار شويه؟ انا ساكن هنا خرجت غير ندور شويه ضربني الهواء، حيت انا دابا كندير ديالي زمري خصني نتحرك شويه، كندير ديالي السبيطار خصني نتحرك. يا لازم تفوق نص نهار زوار نقولك الله خاصه نوري نجاوب الوقت اللي رزقك جاي دابا جانا، اي صبر من هذا اللي يصير بالخير انا، وإذا ما سير الحكومة تدير بنادم نصبر، ودن زياد ولا ثاني غادي، يقول لك ياسير ربي ياسير عارف ورشي. الرزاق كذا ديان طبعا من دعم مصر تزدري ورجعت نزرع كان الرزاق ديان عايز يصير بيني ما كل سنة. الحوايج اللي تزرعي مغا الأعياد رمضان اللي تزرعي ورث نسكن العام تزيد مين؟ إوا برما أسبا غير كذا ديان الرزاق ذكر الحوايج ورث نسكن العام درت لي رمضان. أوه يا رسي والو والو نصلى عاد ورثي ستم تنين والو تظل ترفت نتنس نزيدها ورفت نتنس ما نسكن كل خير أنا قلت بنا خنا نرجم نرجم لحدنا الدار يتضل من نتضل نتضل وقت الصور الشيء ما كاينش ما كان. صراحه الاجواء ديال هذا العيد ديال هذه المره تختلف كليا على المناسبات الاخرى اللي دازت. كل شيء ولا افتراضي، يعني هذا العيد كان عيد افتراضي بامتياز. اكتفينا بالتهاني عن بعد، يعني غير في التليفون. حتى الجيران ديالك ولينا حشمنا اننا نخرجوا، لان باش تخرج خاصك ضروري تسلم معاه وهكذا، لانه ولفتي ديما تعانق معاه وكذا. هذا العام هو يحز في النفس هي صلاة العيد ودوك الأجواء ديال العيد. صراحة رمضان كامل ما كانتش ديك الحلاوة ديالو. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.